ايش عم نعمل؟ انا اسمي كنز عساف وبروح على المدرسة الجالية الامريكية بعمان. اول مرة اجيت على المخيم شفت اولاد صغار مليان عم بركضوا على الارض الوسخة اللي عليها ازاز وكاس شيبس، انه قطع قلبي صراحة. فرجعت عمان وعم كنت عم بفكر ايش بقدر اسوي، وشفت هاي على فيسبوك فحكيت مع انا شفتها صراحة، سوري بس انا كمان شفتها على فيسبوك. حكيت يا الله بس ما عملت اشي، شوفوا غيرنا عمل اشي. فشفتها على فيسبوك وحكيت معاهم من امريكا وضليتني اضلني احكي معهم. فبعدين I decided انه اجيبهم عمان. بلشت بجول صغير بس بعدين من كتر ما شفت الناس كتير حبوا الفكرة كبرت الجول، وهلا قدرت اجيب 70 شو عشان نوزعهم على غزة كامل. واو 70 وحدة رح يتوزعوا اليوم بالضبط. يلا نبلش، يلا هاي البوكسات. كنزة عاملة هذا الموضوع مع جمعية اسمها سب، وهلا رح اشرح لكم عن سب ورح اخذكم جولة بموقعهم بمخيم غزة. اول شيء عرفيني عن حالك. اسماء ابو عرادة من مخيم غزة. اهلا اسماء. اسماء شرحي لنا ايش هي سب، شو بيعملوا؟ هسا احنا سب مشروع انطلق من مخيم غزة، ساعد عدد كبير من السيدات في التطريز وفي الشغل في بيوتهم. يعني سب عنا بدرب وبشغل وبمنح السيدة شغل وهي جالسة في بيتها. والله وزي ايش شغل؟ ورجيني اشياء. اشتغلنا على كتير قطع، في عنا حطات، في عنا مناشف، وهي عنا هي مخدة بس لسه يعني ما تكمل تشميعها. هيك رح احط لكم كل روابطهم تحت عشان تشوفوهم، واذا اي حدا حابب يدعم المشروع بيقدر بسهوله بس يضغط عليه. شكرا. اهلا وسهلا. شفت بعتك السوداء؟ في لهلا 500 مرأة عم تشتغل معهم، وكل واحدة بتشتغل بتعمل الديزاين تبعها وبتبعتهم، وبعدين بتحاسبوا عليها. يعني بتقدر تشتغل أي مكان، مجرد تيجي تشتغلي مكتب أو محل معين بتقدر تضلها مع أولادها مع عائلتها، وهناك كمان بيقدروا يساعدوها واستفاد من الموضوع 500 عيلة. دعاء. اهلا دعاء. دعاء خبريني هلا سب بيشتغلوا على مشاريعهم على القطع لحالهم صح؟ صح. وبعدين ايش بيعملوا فيهم؟ بتسوقوهم. في عندكم جهاز بتسوق لها وبتوديها. طيب هلا اليوم رح ينعطى هدول السراد هدول لمين رح تعطوهم؟ رح نعطيهم للستات اللي كانوا يعني بينجزوا اسرع، كانوا بيشتغلوا على يعني القطع تكون جودتها احسن، خاصه انهم يعني كانوا يتدربوا اكاديميه، يعني كانوا عملوا منافسه. ايوه كتشجيع، تشجيع انهم انه انا بستحق مكافاه على شغلي الكويس، فانه انا راح تنبسط فيها اكثر من اي حدا. يعني فعملوا لهم هم من روح المنافسه عشان ياخذوا الاستنادل. هاي المبدا تبعها انه ما بدهم بس يجوا ويوزعوا استنادل، خصوصا انه في قد ايه فوق ال 30,000 بالمخيم. عدد كبير، عدد كبير، فما في عدد كافي، فعملوها بحس المنافسه اكثر. والحلو بالموضوع انه قلتي لي هذاك اليوم هلا انه لاحظتوا فرق لما يجي تبرعات. عادي حدا بيجي بيعطي تبرعات، واللي هي منيحه دائما حدا يعطي تبرعات، بكونوا متحمسين بس مش قد ما يكونوا متحمسين على ايش؟ ما انبسطوا فيهم زي ما انبسطوا في شيء كتشجيع او كمكافاه على شغلهم. هم عملوا بايدهم. هم عملوا الموضوع بايدهم، هم عملوا دعم لعائلتهم لحالهم، فهذا الشيء بشجعهم اكثر. واذا بدكم تشجعوهم تقدروا دائما تشتروا من سب او من اي محل دائما بدعم هيك اشياء. اليوم انا بمخيم غزه، بس مش معناته انه بس بدعم مخيم غزة، أنا بدعم أي حدا بده الدعم. وبصراحة أنا ما عملت إشي اليوم، أنا بس عملت تغطية وحبيت أورجيكم إيش ناس تانية عملت، وياريت أكون زيهم أصير أعمل زيهم، وإن شاء الله أصير أعمل زيهم. هلا رح ندخل على الأكاديمية. هنا غرفة هاي بيقدروا يقعدوا فيها ويصيروا يطرزوا، فهنا بتدربوا على التطريز عشان يصيروا يقدروا يعملوا ويبيعوا عند سب. هون بيعملوا كمان دورات للكمبيوتر، فهنا بتعلموا الأطفال برمجة، وهنا الستات بتعلموا تطريز، وكمان بيعملوا أنشطة لإلهم صح؟ هلأ عنا كمان إشي ونخلص اليوم يومنا بالمخيم. صراحة انبسطت فيكي إني تعرفت عليكي دعاء. وإحنا أكثر الله يسعد. دعاء عمرها 24 سنة وأمها المسؤولة عن المشغل صح؟ صح. هاي شوز. أي حدا بيعمل تصميم
واكتبوا اسمه عليها، فهاي بتكون باسمها. اوكي ارجوكم يا شباب، هذا كنت راح يضل معاكم 5 سنين. طيب هلا انت دي عمره 5 سنين، انت 5 ما شاء الله. هلا هاي رح تضل معك راح تمطي 10. طيب مبروك. هذا بتكبر راح يضل معك لحد ما تصير 10. طيب فبتكبروا من هون، فبتيم هدول بتكبروا من هون كمان ومن ورا عشان ما تضلها معك وما بتخرب هاد. طيب تفضل. هلا عم بيوزعوا كمان حليب، هذا الحليب ما رح يروح للناس، رح يروح لحضانة وبالحضانة رح يتوزع. ما في اي هرمونز، ما في اي بريزرفاتيفز، ما في اي انتيبيوتكس، وفي فيتامينز اي اند دي 3 وفيسبوك. هاي خلصنا هلا مروحين من المخيم، وان شاء الله تكونوا عجبتكم الحلقه. ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم، واحكوا لنا كيف دائما ممكن نساعد بعض، اكتبوا لي بالتعليقات اقتراحاتكم.